بحب الموضوع من زمان ان انا برسم حتى لو رسمي كان وحش. انا مؤمن دايما باي حاجه بعملها. حاولت طبعا اخد كورسات كتير، وده كان بسبب ان انا دايما شايف ان انا ابقى بروفيشنال او ابقى مختلف، مش عايز اعدي زي اللي عدوا قبلي او كده. لازم دايما كنت بتفرج على فنانين عالميين، وخدت كورسات طبعا من اول الصفر لغايه دلوقتي الحمد لله. يعني خدت كورسات اونلاين واوفلاين الفتره الاخيره، طبعا خدت كورسات بره مصر من المسابقات اللي انا شاركت فيها. يعني الحمد لله الموضوع اتطور معايا بشكل كبير، يعني وصلت دلوقتي بنسبه واقعيه توصل ل 95% الحمد لله. يعني انا مختص في الفحم، او انا بروفيشنال في الفحم، ده النوع اللي انا بحبه وبيوصل لقلبي اكتر وبيوصل لقلب الناس اكتر. الفحم من الخامات اللي هي يعني واقعيه اكتر، بيساعدني اوصف الرياكشنات والحالات النفسيه للناس. انا برسم الصوره على حسب حالتي النفسيه وعلى حسب حاله الشارع اللي انا شايفه. فالرسمه بتاخد من اول، ممكن نرسم رسمه في نص ساعه، مش هتاخد لغايه كتير، ممكن تقعد ايام كتير، اسبوع مثلا كل يوم ساعتين، مش متواصل. يعني رسمه ممكن تقعد لحد اكتر من 12 ساعه، وممكن نكمل عدد لا نهائي من الساعات، لان تفاصيل البشره فيها اسرار كتير قوي، فيها تفاصيل كتير ما نقدرش نقول فيها عدد معين. مسابقة ألمانيا كانت بتوفيق ربنا طبعا، زي حياتي كلها بتوفيق ربنا، بس هي كانت بلاك شوية أو بالحظ. الموضوع بدأ بحاجة رب ضرورات النافعة. المسابقة بتتنظم بشكل سنوي كل سنة أونلاين في كل البلاد، بيختاروا منهم رسامين معينين كرقم بيتحدد، اتنين مثلا سي، اتنين من كل بلد، وبتصعدوا في الآخر بيتشارك مسابقة هناك في ألمانيا. معرض زيورخ ده أكبر معرض اللي بتتعمل في العالم. كانت الموضوع الأول كان أونلاين، قدمت فيه بشكل إن أنا يعني انا اقدم اعمل اللي عليا. بعد كده الموضوع الناس كلموني من هناك، انت اتصعدت معانا المرحله الاخيره، وبدات ابعت رسومات اكتر، بدات انا ابعت لهم فيديوهات عن الرسومات بتاعتي، بدات اشتغل وارسم اكتر، واستعدت في المسابقه المراحل المتقدمه. حتى انا خدت من الرابطه هناك، من رابطه رسامين العالم هناك في المانيا وفي هولندا، خدت شهرين، شهر مارس ونوفمبر، احسن رسام فحم في العالم للشهرين دول. جالي فكرة رسمة عكس الموناليزا. هي كانت رسمة مرسومة عادي عندي، فيها مقاييس جمال ونسب جمال. هي كانت ممثلة أجنبية، زودت أنا تاتشات من عندي بقى في العين وكده، حليتها إن هي ما تبصلكش من أي مكان، في سر بسيط طبعا عندي أنا عملته. من هنا جت زادت أكتر الاهتمام من بره، نزل في المعارض عندهم ان الرسمه دي نازله بسعر مبدئي 25,000 يورو. فانا رفضت طبعا بيعها، انا متمسك ان انا هسافر بره واعرض الرسمه بتاعتي. انا مش برسم الرسم للرسم، انا برسم الرسمه عشان اوصل حكايه، اوصل رساله نبعت بيها الرسمه دي. فانا حلمي ان انا كل رسمه ليها رساله، نفس الرسائل دي كلها تروح العالم كله وتوصل لاهم مناطق في العالم.